بعد ما يقارب 30 ساعة في نايت سيتي مرت بين مساعدة الشرطة في القضاء على المطلوبين ومساعدة أصدقاء في المدينة من سرقات وسباقات سيارات والقيام بمختلف المهمات المتنوعة بشكل جدا كبير. كل هذا الوقت احتجت عشان أفهم طريقة اللعب والميكانيكيات الموجودة من قتال وتسلل وتطويرات وأسلحة وطرق استخدامها والحصول عليها. وبالرغم من اللعب لهذه الفترة الطويلة، لكن مع ضخامة اللعبة وقصتها إلى الآن أتوقع أني تقريبا ما وصلت يمكن لعشرة أو 15% من المحتوى الموجود. فمثل ما انتم شايفين، سايبر بانك 2077 من الألعاب اللي يبغى لها وقت لإنهائها، خصوصا أني من النوع اللي أحب أخذ وقتي في التختيم. عموما حبيت أني في هذا الفيديو أشارككم رأيي وانطباعي بالتجربة لحد الآن من ناحية القصة واللعب، وطبعا بدون حرق، وأكيد راح يكون في كلام عن النقطة الجدلية الجليتشات والأخطاء التقنية. مع الجدل الكبير اللي حاصل حول سايبر بانك وتحديدا عن سوء الأداء الغير مقبول للعبة على أجهزة الجيل الماضي، واللي أجبر بروجكت ريد إنها تعتذر وتوعد بالإصلاح وخلاهم يخسروا جزء كبير من ثقة اللاعبين، فضروري أني أبدأ الكلام بالحديث عن هذه المشاكل أثناء تجربتي واللي كانت على جهاز البلاي ستيشن 5. فبعد 30 ساعة اللي لعبتها لحد الآن، نعم الجليتشات موجودة مثل كل ألعاب عالم المفتوح وقت الإصدار، لكن كانت قليلة وأبدا ما أثرت على اندماجي في القصة والأحداث. فعلى مدار المهمات اللي قمت فيها مرتين فقط واجهتني أخطاء تقنية منعتني من إكمال المهمة بسبب عدم تواجد شخصية مفروض أقابلها، ومع إعادة تحميل اللعبة انحلت المشكلة. أما أكثر خطأ مزعج واللي للأسف يتكرر كثير، هو أنه تقريبا كل 3 أو 4 ساعات اللعبة تطفي تماما وتخليك أنك تضطر تعيد التشغيل. لكن من حسن الحظ أنه نظرا أنه اللعبة تخزن بشكل مستمر، وأنا من طبعي أني كل شوي أحفظ اللعبة، فما كانت شيء مزعج لدرجة إيقاف اللعب خصوصا مع سرعة التشغيل. أما في موضوع الرسومات والجرافيكس، فالوضع مثل ما أنتم شايفين في اللقطات جيد جدا، لكن طبعا الفرق بين هذه النسخة ونسخة البي سي كامل المواصفات جدا كبير ولا يقارن. والأمل أنه ترقية الجيل الجديد يتم على الأقل إضافة الري تريسينج، لأني أشوفها أهم عنصر تحتاجه اللعبة من النواحي البصرية، خصوصا أنه مع إضاءة المدينة الرائعة جدا تواجد تقنية تتبع الأشعة راح يخلي الوضع قمة في الروعة، مثل ما شفنا في لقطات البي سي مع تفعيل الري تريسينج. عموما في المجمل، هذه الأخطاء والمشاكل على البلاي ستيشن 5 أبدا ما كانت كافية أنها تخليني أوقف استكشاف نايت سيتي والاندماج في القصص اللي تقدمها. وفعلا شيء محزن ان وضع اللعبة على اجهزة الجيل الماضي بالشكل اللي شفناه، لانه الاغلب ما زال يملك هذه الاجهزة، خصوصا انها تجربة تستحق وتخليك فعلا تندمج بالاحداث والقصة كلعبة RPG عميقة جدا. لكن للأسف المشاكل اللي صاحبت الإصدار واللي تسببت في CD Projekt Red كانت سبب رئيسي في تغطية كل الاشياء الايجابية والكثيرة حول اللعبة. وحاليا انصح اي احد ناوي يلعبها على PS4 او الاكس بوكس 1 وخصوصا النسخ العادية هو الانتظار لفبراير القادم حتى الانتهاء من الاصلاحات على حسب كلام بروجكت ريد، او في حال الحصول على اجهزة الجيل الجديد. اما بعيدا عن الاخطاء التقنية ومع الكلام عن القصة واللعب، فحكاية في نايت سيتي شدتني وخلتني اندمج ومن اول مشهد. فبعد ما اخترت مسار الحياة الخاص بالكوربو وبدأت قصة في واللي هدفه انه يصبح من اساطير المدينة، راح تنفتح لك نايت سيتي بكل شوارعها واحيائها الخطيرة للاستكشاف والتعرف على سكانها وقصصهم، السكان اللي فيه اهتمام كبير في اشكالهم ومظهرهم وتنوعهم، وخصوصا الشخصيات اللي راح تقابلها في المهمات سواء الجانبية او الرئيسية، مع انيميشن وتحركات ممتازة تخليك تركز في اللي بينقال. فمثلا واحدة من الأشياء البسيطة الموجودة هو أنك وقت الحديث مع أي شخصية فراح دائما تكون عيونهم عليك، الشيء اللي يزيد من الواقعية. وحتى الحوارات والاختيارات فيها عمق وانسيابية بشكل جدا كبير، وطبعا من أسلوبك وطريقة كلامك مع الشخصيات تختلف النتائج والأحداث بشكل جذري. فمثلا في واحدة من المهمات الجانبية كان المطلوب إقناع شخص بشيء معين، والحرية كانت متروكة لي أني أقنعه بالكلام أو بالسلاح بدون توضيح أي اختيار في الحوارات راح يؤدي لأي نتيجة، فبالتالي لازم تركز في الكلام وتقرأ الشخص اللي بتتكلم معه عشان تتخذ القرار المناسب. أما العنصر الأخير والمهم جدا في جعل كل حوار في كل مهمة أكثر واقعية وزاد من اندماجي في الحوارات، هو التمثيل الصوتي الأكثر من ممتاز ولكل الشخصيات،
سواء شخصيات رئيسية راح تقابلها بشكل مستمر أو شخصية ثانوية ما راح تكلمها غير مرة واحدة. لكن السلبية الوحيدة في هذا الموضوع وإن كانت نادرة في تجربتي هو وقت حصول جليتشات تخرجك من الاندماج اللي انت فيه. والجميل أيضا في هذه الشخصيات هي أنه مثلهم مثل في، كل واحدة فيهم عندها هدف خاص وقصة مثيرة للاهتمام. أما نايت سيتي فاستكشاف المدينة المستقبلية والخطيرة بالنسبة لي متعب حد ذاتها، والسبب هو مظهر المدينة والاختلاف الكبير بين أحيائها ومناطقها، واللي من الجميل جدا تواجد طور التصوير الرائع واللي أصبح شيء معتاد، لكن في سايبر بانك في اختيارات كثيرة تخلي الطور استخدامه أيضا ممتع، الشيء اللي زاد من وقت اللعب بشكل كبير بالنسبة لي. وفي كل شارع وفي كل زاوية من نايت سيتي راح تلاقي مهمة أو شيء تقدر تسويه. فطريقة اللعب وكعادة هذا النوع من الألعاب تنقسم بين مهمات رئيسية لها علاقة مباشرة بقصة في ورفيق دربه جوني سيلفرهاند اللي أيضا قصته جدا مثيرة للاهتمام، ومهمات جانبية لكن عميقة ومصممة بكل عناية تخليك تعرف أكثر عن المدينة وتاريخها وسكانها، ومن خلالها راح تكون إما صداقات أو عداوات جديدة. وأنصح أي أحد بيجرب اللعبة إنه خذ وقتك في القيام بالمهمات الجانبية، لأنها أبداً ما هي من النوع المعتاد والبسيط واللي تخليك تجمع زرع وأعشاب مثلاً وترجعها. بالإضافة لهذه المهام الجانبية والرئيسية، في نوع آخر خاص من المهام عبارة عن عمليات تقوم بها للوسطاء تساعدك في جمع الأموال وزيادة سمعة في كأحد أفضل المرتزقة في نايت سيتي. وطبعاً عشان تتنقل من مكان لمكان ومن مهمة لمهمة راح تحتاج سيارة أو دراجة نارية، واللي في منهم اختيارات كثيرة كل واحدة قيادتها وسرعتها تختلف، وغالباً السيارات الجيدة راح تحتاج ميزانية تساعدك. بشكل عام القيادة في اللعبة جيدة لحد ما، وإن كانت ما هي العنصر الأفضل فيها، لكن في أغلب الأحوال وبسبب جمال المدينة أفضل القيادة فيها على التنقل السريع واللي ما يأخذ أكثر من 8 إلى 9 ثواني. وبكل تأكيد مو كل المهمات ينفع فيها الكلام، بل راح تحتاج في الكثير من الحالات انك تقضي على الاعداء بشكل كلي. في هذه الحالة سايبر بانك تقدم ترسانة كبيرة جدا ومتنوعة من الاسلحة، من الاسلحة الذكية والقوية ومن تصنيع الشركات المختلفة، وان كانت في البداية ما هي ممتعة بسبب انه كنت ما زلت ما جربت الاسلحة الجيدة ولا طورت القدرات والمهارات اللي يملكها فيه. لكن مع التقدم في اللعب والحصول على أسلحة أقوى وأفضل القتال بالمسدسات أصبح أكثر متعة، وطبعا جسد في بحد ذاته يعتبر سلاح قابل للتطوير بالشكل اللي يناسبك. عن نفسي تركيزي كان في تطوير قدرات الاختراق والتسلل، مثلا القدرة على جعل الأعداء غير قادرين على الرؤية لثواني معدودة من خلال إعادة تشغيل أنظمتهم، لكن هذه الثواني المعدودة كافية إنك تتجاوزهم بكل هدوء وخفة، أو تطوير القدرات الخاصة بإطفاء الكاميرات والرشاشات الآلية واللي أشوف إنها مهمة جدا خصوصا إذا إنك تفضل التسلل والتخفي. وكل التطويرات والتعديلات سواء الخاصة بالأسلحة أو قدرات في ومظهره قابلة للتخصيص بشكل عميق ومتفرع ويتناسب مع أسلوب اللعب المفضل للاعب. بكل صراحة من فترة طويلة ما لعبت لعبة تخليني أنسى الوقت وأستمر باللعب لأربعة وخمسة ساعات بدون توقف، وحتى لما اللياقة تنتهي وأضطر أني أوقف أكون ما زلت متحمس أني ألعب وأكمل بالرغم من المشاكل التقنية اللي تكلمت عنها، ومتحمس جدا مو أني بس أشوف نهاية قصة في بل حتى نهاية قصص الشخصيات الموجودة في عالم اللعبة، ومتحمس أني أعيد التجربة لكن بمسار جديد واختيارات مختلفة. وكان فعلا الأمل إنه التجربة تكون على الأقل قابلة للعب بشكل جيد على كل المنصات عشان الكل يستمتع في تجربة لحد الآن أشوف إنها أكثر من رائعة. وإذا تحبوا تشوفوا أكثر عن اللعبة فاذكروا هذا الكلام في التعليقات، ورح يكون في فيديو آخر عن سايبر بانك أستعرض لكم فيه اللعب بشكل مطول مع بعض المهمات الجانبية اللي ما تحرق القصة، وطبعا بعد نهاية التجربة رح يكون في مراجعة مفصلة وشاملة لسايبر بانك 2077 على الجهاز اللي لعبتها عليه PS5، بما أنه مع سايبر بانك المنصة تخلي التجربة مختلفة. وإذا عندكم أي أسئلة تخص اللعبة اذكروها في التعليقات وراح أحاول أجاوب عليها في الفيديوهات القادمة، وأتمنى أني أكون قدرت أوصل انطباعي الأولي بشكل واضح ومفيد. أما للحصول على دفعات مستمرة من المحتوى المتنوع والخاص بعالم الألعاب والمشاركة في سحوبات ومسابقات بإذن الله راح تكون مستمرة، فعليكم بالاشتراك وتفعيل الجرس ومتابعة حساباتنا على تويتر وإنستغرام. أما الختام فهو كالعادة بشكركم على المشاهدة.